Well, hello there. أهلا دكتور وليد، تحياتي لك ولكل المدربين اللي وياك. بالنسبة لسؤالك عندي 3 أجوبة. أولا، حفظ الجمل الإنجليزية، لازم أني أحفظ جمل. ثانيا، الاستماع المستمر للغة الإنجليزية، يعني أني أنغمس بالإنجليزي، يوميا أسمع إنجليزي. ثلاثة، ممارسة اللغة الإنجليزية، أني إذا ما أمارس اللي حفظته من جمل واللي سمعته راح أنساه، فلازم أمارس اللغة الإنجليزية. This is it. Peace out. طبعا كمدربي لغة هواية نسمع هالسؤال، انه اني اسمع اللغة افهمها احفظ كلمات وجملها، بس من اريد احكي يكون عندي هالابلتي اوف سبيكن فلوينتلي. اوكي، علم اللغة يقول اكو جزء بالدماغ مسؤول عن فهم واكتساب اللغة، يختلف عن الجزء المسؤول عن الكلام. فانت ايش قاعد تسوي؟ قاعد تدرب جزء وتعوف الاخر. زين، الحل شنو؟ الحل انه استخدم اللغة اللي عندي، اسولفها ويا نفسي ويا صديق، او ممكن اسجل لنفسي واستمع. هالشي حيكون كلش افكتيف في تطوير السبيكن سكيل عندك. السلام عليكم. 3 نقاط جوهرية لتعلم اللغة الإنجليزية. أولها هو الالتزام الذاتي والتحفيز المستمر. 85% ممكن من الأشخاص اللي تقابلهم في حياتك ندمانين على عدم تعلمهم للغة الإنجليزية، والسبب أنهم لم يلزموا أنفسهم يدخل معهد هنا يومين ثلاثة وبعدين يعوف المعهد، ما ألزم نفسه التزام كامل وخصص وقت لتعلم اللغة الإنجليزية. النقطة الثانية وهي اللي تحتاجها أنت تعلم اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى هو التخطيط. ويشمل التخطيط وين راح تدرس وش وقت راح تدرس وش راح تدرس المادة العلمية اللي راح تأخذها. طبعا ومن هذا ممكن أن نستفاد من قدراتنا الذاتية، فالشخص اللي يحب الموسيقى ممكن أن يستفاد من حب الموسيقى بالاستماع إلى الفيديوهات الإنجليزية أو الموسيقى الإنجليزية، والشخص اللي يحب الأفلام ممكن أن يستفاد من مشاهدة الأفلام الفعالة طبعا مع الكتابة والترجمة بالأسفل في اللغة الإنجليزية. وأيضا الشخص اللي يحب القراءة ممكن أن يستفاد من القراءة بتطوير مهارات الإنجليزية، طبعا القراءة الفعالة أقصد بها، ويدون المفردات اللي يحتاجها حتى يستعملها بالاستخدامات اللغوية. وطبعا النقطة الثالثة والأخيرة هي الانغماس اللغوي. لازم يكون عندك شخص تمارس معه اللغة الإنجليزية وتحدث معه، سواء كان متعلم أو كان صاحب لغة أصلي. ولا تهتم للحواجز اللغوية والخوف من الوقوع بالأخطاء، لأن التوجه العام الآن هو للإنجليزية as a lingua franca، وهي لغة عالمية ممكن أن تتكلمها بلهجتك الخاصة، ولكن تحافظ على إيصال المعنى. في أمان الله. تعلم معاني المفردات هو العمود الفقري لتعلم اللغة الإنجليزية، وأسرع طريقة تحس بفرق بلغتك من تتعلم مفردات من خلال الترجمة، من خلال سماع الناس. عموما أفضل طريقة تتعلم بها مفردات مو عن طريق أن تشتري قاموس أو عن طريق القوائم مال الكلمات، لكن عن طريق السياق. فأنت أحفظهم من قصة، أحفظهم من ملزمة، أحفظهم من جريدة، يعني بالسياق تقرأ سياقات وتتعلم هاي المعاني. One who's afraid of making mistakes will never learn. من أهم الأشياء اللي أنصح المتدربين على اللغة الإنجليزية عليها هي فهم مبدأ التداخل. التداخل يصير لما المتعلم ينقل ثقافات وسلوكيات والمعرفات المسبقة في اللغة العربية إلى اللغة اللي جاي يتعلمها. هذا التداخل يسبب سوء فهم وسوء تواصل عند أول محاورة مع متحدث باللغة الإنجليزية كلغة أم. لذلك دائما أنصح المتدربين أن يركزون على هذه المسألة ويطلعون على الثقافات والسلوكيات اللي مارسوها المتحدثين باللغة الإنجليزية كلغة أم، حتى يقدرون يتواصلون معهم بصورة صحيحة وبصورة دقيقة. إذا بالفعل تريد تنقل لغتك من مستواها الحالي لمستوى متقدم جدا في غضون أشهر، اتبع تساؤلاتك. أي سؤال يخطر على بالك من كلمة بالعربي شلون ممكن أقولها بالإنجليزي، أو عبارة بالإنجليزي شنو معناتها بالعربي، ابحثها بوقتها، لا تخليها الثاني يوم. صدقني بطريقك بالبحث عن هذه المعلومة حتى لو ما وصلت لها راح تلقى معلومات وايد ما كنت متوقع إن بيوم من الأيام راح تعرفها. فببساطة اتبع شغفك وجاوب على تساؤلاتك. مرحبا جميعا، إن شاء الله تكونون بخير. أحب أشكر دكتور وليد خالد على هذه المبادرة بعمل نصائح لمتعلمين اللغة الإنجليزية. عندي لكم نصيحتين. الأولى هي تنويع مصادركم بتعلم اللغة الإنجليزية. لا نبقى نعتمد فقط على الكتب، حفظ الجمل وغيرها من الأساليب التقليدية. بالإمكان تنتقلون إلى الفيديوهات،
الأغاني، الأفلام أو مشاهد الأفلام، خاف تكون الأفلام طويلة، الصور كثيرة جدا على الإنترنت، فيديوهات محاكاة للغة، مقابلات تلفزيونية باللغة الإنجليزية، حتى الأخبار، أي شيء بالحياة ممكن يكون مفيد لكم حولوه باللغة الإنجليزية، مفيد لكم أو ممتع لكم صراحة حولوا باللغة الإنجليزية، راح تلاحظون أنه هذا الشيء أصبح بنوع من المتعة، وراح يحدد لكم أنه تكون اللغة جزء يومي أو شبه يومي من حياتكم. المسألة الثانية اللي الأفضل أنه تتجنبوها وهي التقطيع بتعلم اللغة، بمعنى أنه مثلا هذا الأسبوع بدأتوا تتعلمون أو تحسنون لغتكم الإنجليزية، لا تتركوها الأسبوع القادم أو بعد شهر، لأنه راح تلاحظون نفسكم أنه باقين بمكانكم، أيضا هذا الشيء راح يسبب لكم نوع من الملل. اللغة حالها حال كثير من الأمور في حياتنا، تحتاج شيء مستمر وفي تصاعد، أوكي؟ في تصاعد وفي استمرارية ضرورية، هذه المسألة جدا. ومع السلامة. Well, hello guys, how you doing? ورجعنا لكم اليوم فيديو جديد وهو شلون ممكن أتعلم اللغة الإنجليزية. حتى أتعلم اللغة الإنجليزية وأمارسها بشكل جيد، أول شيء لازم أنا أكون المدرس الشخصي النفسي. شلون ممكن أكون المدرس المثالي الروحي؟ أول شيء لازم أعتمد على موضوع البحث، أبحث على قنوات التواصل الاجتماعي، أبحث على القنوات اليوتيوب، أبحث على صناع المحتوى اللي يكون المحتوى مالتهم بسيط وسهل وبنفس الوقت يوصل لي المعلومة ويطور من عندي. أوكي، هذه وحدة. الشغلة الثانية أنه لازم أنا استمتع وأنا أتعلم اللغة، لازم يكون عندي حب فضول وأنا أتعلم اللغة حتى أبحث أكثر عن كل المعلومات اللي تخص حياتي اليومية والأشياء اللي ممكن تفيدني وأقدر أتكلم بها، سواء بشغلي سواء بعملي سواء بحياتي سواء بدراستي. هذه واحدة. الشغلة الثانية لازم أنا أمارس اللغة وأخصص لها وقت على الأقل ساعة يوميا حتى أمارس اللغة، القراءة والكتابة. بنفس الوقت أنا هذه الأربع مهارات لازم أمارسها. ممكن أنا قصة قصيرة على اليوتيوب راح أسمعها بنفس الوقت، راح أكتبها بنفس الوقت، راح أتكلمها. Learning English is just like driving a car. You cannot drive a car by reading a book about how to drive a car. يعني اللغة الإنجليزية مثل سياقة السيارة، أنت ما تقدر تسوق سيارة مجرد ما تقرأ كتاب تعلم السياقة، لازم تمارس، لازم تسوق السيارة. لو بقيت كذا سنة تقرأ عن اللغة الإنجليزية وكتب باللغة الإنجليزية، فما راح تقدر تحكي إنجليزي إذا ما تبدي الكلام باللغة الإنجليزية. نعم ممكن تصادفك أخطاء، لا مو ممكن بل أكيد راح تسوي أخطاء لما تحكي باللغة الإنجليزية، بس ماكو واحد يتعلم لغة بدون ما يسوي أخطاء. ماكو واحد بدأ تعلم اللغة الإنجليزية وهو مستوى متقدم باللغة الإنجليزية، كنا بدينا من الصفر، كنا سوينا أخطاء، بس إذا ما تسوي أخطاء ما راح تتعلم. هل تعلم يا صديقي المتعلم أنه كل طموحاتك بتعلم اللغة الإنجليزية ممكن تختفي إذا بقيت تتعلم وتترك، تتعلم وتترك، لكن هاي الطموحات ممكن تتحقق وزيادة إذا كان هناك أكو فد مثابرة ومواظبة واستمرار واستخدام للغة بشكل يومي بأي شكل من الأشكال. The more the better. كل الأساتذة ينصحون بالديمومة على التدريب. واحد ينصح بالاستماع، واحد ينصح بالقراءة، واحد ينصح بالمحادثة، واحد ينصح بأنه تتبع برنامج اجتماعي بحيث تحتك ويا متدربين، لكن الكل يتفق على قاعدة هي consistency، ديمومة على التدريب. أنا بالنسبة لي أنصح تقرون كتب، لأن من هاي الكتب راح تستزيدون معرفة وراح تستزيدون مفردات. اللغة عبارة عن recycling، اللغة مو فقط حفظ. أنا شخصيا لا أؤمن بالحفظ، لكن أؤمن بالإعادة للتدوير أو إعادة التدوير recycling. تحفظ كمية من المفردات قليلة أو أنت اللي حافظهم وتسوي لهم recycling. recycling عن طريق conversation أفضل مما أنه أنت تيجي تحفظ هواية. الحفظ الكثير ما راح يفيدك على المدى البعيد، لكن مداومة على التدريب. لاحظ أنت مثلاً biologically speaking، من أنت متعود توقت المنبه مالتك ساعة 4 الفجر أو 5 الفجر، من تقعد راح تلاحظ أنه في بعض الأحيان أنت تنسى المنبه فتنام تقعد ساعة 4 رغم أنه ماكو منبه. فالقضية وين؟ القضية مسألة acclimatization، مسألة تأقلم، مسألة mentally conditioned على هذه الحالة أنه أنت تقعد بهذا الوقت تحديداً. فنصيحة
من مدرس لغة إنجليزية مثل ما سمعت بقية المدرسين على التدريب بصورة مستمرة، حتى لو متقطعة لكن مستمرة فترة طويلة متباعدة، حتى تتمكن ذاكرتك ودماغك بصورة عامة من اكتساب اللغة تدريجيا. اللغة تخيل أنه أنت المعدل مال اكتساب يجوز 0.1% باليوم، وتتراوح تزيد أو تنقص، فهذه تأخذ فترة زمنية حتى يصير عندك روتينشن طويل. نصيحتي لكم أيضا بالنسبة لهواة القراءة تقرون كتاب Thinking Fast and Slow دانيال كانمان، كتاب روعة جدا بصراحة، أنصح به، مستوى متقدم وفوق المتوسط. ربي يحفظكم.